لا إله إلا الله لها شروط، كما أن للمفتاح أسنان كذلك لا إله إلا الله لها شروط. نبي نعرف الشروط. قال العلماء: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. مرة ثانية لازم عشان نحفظها. العلم واليقين والقبول، يعني العلم واليقين والقبول، والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. نبي الشرح الحين. العلم واليقين والقبول، والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. وكذلك ختم العلماء بشرط ثامن وهو الكفر بالطاغوت. من أجل ذلك يجب علينا أن نحقق الشروط من أجل أن ندخل الجنة، لأنه كيف يحقق الواحد كل شرط من هذه الشروط؟ أن يعلم معنى لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أن لا يصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس. سبحان الله، وهذا يحقق معنى الإخلاص اللي احنا ننشدها، وهو شرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. نعم، يخلص الإنسان مع الله عز وجل في هذه الكلمة حتى يدخل جنة عرضها الأرض والسماء، لأن حق على الله عز وجل أن يدخل الجنة كل من قال لا إله إلا الله قالها خالصا بها من قلبه. شلون خالصا؟ شنو معنى خالصا؟ يعني ما عنده شك ولا ريب في هذه الكلمة، وأن الله عز وجل هو المتفرد، وأن الله عز وجل هو الخالق، وأن يتعلم هذه الكلمة شروطها وأركانها، ويبدأ في التطبيق وفي العمل، ويحقق أنواع التوحيد الثلاثة. نعم، توحيد الربوبية. توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، أن يعلم من الذي خلق السماء إلا الله، ومن الذي بسط الأرض، ومن الذي نصب الجبال، من الذي ينزل الأمطار، من الذي خلقنا وشق أسماعنا وأبصارنا، من الذي يحرك قلوبنا إلا الله سبحانه وتعالى. والتوحيد الثاني توحيد الربوبية، هو وأيضا التوحيد الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، أن نصلي لله، وأن نزكي لله، وأن نصوم لله، وأن نصوم لله، وأن نخشى الله، وأن لا نخاف إلا الله، وأن نذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. توحيد الأسماء والصفات، أن يتعلمها وأن يدعو الله عز وجل بها، هذا هو التوحيد، أن يدعو الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الكلمة لها قيمة ولها معنى، من تمسك بها رفعه الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة.